رحيم، السلام عليكم. مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليسا كهنا. اليوم هاد الفيديو هو فيديو توضيحي، لانه كاين هناك اخوات واخوان راهم يكتبوا لي يقولوا لي انه يعني ماوش يلحقهم جديد القناة، ولا دفوا يلحقهم متاخر، واحيانا لا يصلهم. لهذا اليوم حنفهمكم يعني كيفية الاشتراك الصحيح في القناة باش دايما يلحقكم جديد القناة وفي حينه. Alors sur votre PC رايحين تدخلوا لليوتيوب. هذه الصفحة الخاصة باليوتيوب، فيها جميع الفيديوهات. رايحين نروحوا لموتور دو ريشيرش، وهنا نكتب اسم القناة اللي هو ميليسا كاهنة. Alors هنا نكتب اسم القناة اللي هو ميليسا كاهنة، رايحة تخرج لي القناة، هاي لك القناة، وهنا رايحة نضغط على الاسم القناة ونلقى نفسي يعني هنا في القناة، قناة ميليسا كاهنة، فيها يعني كل ما يخص القناة، عدد المشتركين. المهم انكم هنا رايحين تروحوا لهذا البوتون غوش، الزر الاحمر وين مكتوب سابوني، هنا لازم تضغطوا على زر سابوني. الوغ لما نضغط على هذا الزر الاحمر سابوني هكذا نصبح ابوني، يعني حيخرج عندكم ابوني. الامر لا ينتهي يعني في هذه النقطه، لازم هنا تزيد تضغط على هذا لاكلوش، يعني هنا بجانب هنا هذا ابوني كاين ان كلوش، يعني كاين زر جرس نضغط عليه. بمجرد اني نضغط عليه راح يخرج لي هذا الكادر اللي فيه هل يعني تقبل انه يلحقك جميع لي نوتيفيكاسيون ريلاتيف لهاد القناه. هنا وزالي كوشي، هنا وكوشي هكذا تضغط على هاد لو كاري، ولا ينتهي الامر هنا، لازم تزيد تعمل انريجستري، يعني لو ما ديش انريجستري يعني كانك ما عملت ولا شيء، ومن هنا راك ابوني في القناه اللي هي قناة ميليسا كاهنة. كما راكو تشوفوا تلقاو كامل الفيديوهات الخاصة بالقناة من الأول إلى الآخر إلى غاية الآن كلها. هنا رايحة نزيد نشرح نقطة أخرى بالنسبة لإخوان يقولوا لي أنه هل هناك رابط فيسبوك أو الصفحة. أنا أقول لكم في كل فيديو، مثلا مثل هذا الفيديو، فيديو الكيك البرتقال، يعني ناخد أي فيديو، مثلا هذا الفيديو الأخير هنا كما راكم تشوفوا الفيديو، ننزل تحت الفيديو هنا على اليمين، على اليمين تلقاو هنا صندوق الوصف، هذا ما يسمى بصندوق الوصف، راه مكتوب فيه وصفتي على الصفحة. اذا الصفحة على الفيسبوك اللي هو هنا حطيت لكم الرابط، نتوما عليكم الا تضغطوا على هذا الرابط، يعني وزالي كليكي سور لو ليان باش تلقاو روحكم على صفحة الفيسبوك، صفحتي الرسمية على الفيسبوك هاي لك اللي هي كويزيني افيك ميليسا كاهنة. يعني بمجرد الضغط على هذاك الرابط رايحين تدخلوا في الصفحة، وهنا ما تنساوش تبدو اعجابكم بالصفحة، يعني هنا رايحين تلقوها جيم، نتوما فوزالي كليكي على جيم، يعني ابدو اعجابكم بصفحة باش دايما يلحقكم جديد، اي جديد يكون في هاد الصفحة، صفحة الفيسبوك، صفحتي الرسمية اللي تلقاو فيها كل وصفاتي المصورة هاي ليك مثلا، وكل وصفاتي يعني بالفيديو تلقاوها بالصور وبالرابط. نزيد نعاونو للقناة. اذا هنا دايما في صندوق الوصف كانت هذه الصفحة الرسمية، رابط الصفحة الرسمية، رايحين نزيدو نشوفو رابط الجروب اللي كيما دايما تقولوا لي هل عندك جروب. انا نقولكم دايما هنا هذا الفيديو في اليوتيوب دايما على اليمين اسفل الفيديو هنا تهبطوا تلقاو رابط الجروب، ايضا يعني تلقاو رابط الجروب، رابط الصفحة، ما لكم الا تضغطوا عليه. هنا بمجرد اني ضغطت عليه رايحة نلقى نفسي هاي ليك لو جروب تاعنا. نقولكم ان جروب تري سامبا، ليس يعني ماشي جروب كبير ولكنه جروب عظيم.
يعني سي تري سامبا. هنا نقدر نقول لكم مرحبا بكم، تقدروا هنا تطلبوا هنا طلب انضمام، يعني وزالي دوموندي وزالي يعني روجويندغ لو جروب هذا اترافير اون دوموند باش تلتحقوا بنا، ورايحين يعني تلاقيوا موافقة بالانضمام يعني في وقت قصير جدا. ونقول لكم ممكن انكم تشاركونا ب اطباقكم كما هنا الزملاء اللي راهم شاركونا باطباقهم. هامليك ان جروب تري سامبا فوالا. نظن انه لغايه الان راني فهمتكم كل شيء. كان هذا كل شيء متعلق بقناه ميليسا كاينه. في الاخير نقول لكم ما تنساوش انكم تنضموا الى الجروب، بالنسبه لي مازال ما انضموش ما اشتركوش في القناه، نقول لكم اشتركوا في القناه، قناه ميليسا كاينه، بارطاجيو لا فيديو باش يعني الناس يلحقهم هذا الفيديو اللي هو توضيحي رايح يعني يختصر عليهم امور كثيره. ونقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناه، قناه ميليسا كاينه. إلى الملتقى وسلام.